نعم عشان نخلص من اللي احنا فيه. يعني احنا بجد حاسه ان احنا صورتنا كده دي الصوره اللي بتكلم عليها صورة 30/6 عشان اوضح كلامي. 30/6 احنا كده عملنا ثوره ونجحت وان شاء الله احنا ماشيين صح باذن الله. صوت النعم صوت النعم ليه ان شاء الله. عاوز البلد تمشي وده دستور جميل خالص وما شفناش قبل ولا بعد وكل الناس مرحبه بيه غني وفقير واستاذ وباشمهندس متحضر وكل الدنيا راضيه بيه. راجل بطني لازم اصدق عليه طبعا. الحمد لله. صوت بنعم ولا لا؟ نعم طبعا ان شاء الله وربنا يسال احواله والامور تمشي بقى ان شاء الله. كله قال نعم. ما قلت نعم ليه؟ لا عشان احنا عايزين فتح السيسي. احنا واقفين عايزين اهو كلنا كله عايزه كل الشعب عايزه. انا من زقازيق. حضرتك جاي تشارك من مركز محمد مركز يحيى جيران محمد مرسي بس جو النعم للدستور.